هاي 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 عمر دو السبوع وناد القرود كيتبوردو علينا في اليوتيوب. هاي 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 وعمر دنبه العجب في اليوتيوب، الله يستر الحيحه والريقاطه نايضه في اليوتيوب والسبوع عمراد. السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى الناس تعزاز عليكم يا ربي. كنتمنى ما تبخلوش علينا باللايكات وبالتعاليق ديالكم والبارتاج فضلا وليس امرا. عرفت راسي غيبت عليكم مده هذه، ولكن راه ماشي الخاطر المشاهدين، داس عليا الصراحه دوت الصراط المستقيم بهذا المرض صعيب. الله ينجينا وينجيكم من هذا المرض، ما كاين محسن من الصحه والله العظيم. راه صافي ما بقيتش قادر نوض، تصوروا كنوض كتشدني الدوخه وكنطيح الفراش. داس عليا بهذا الريح، ما عرفت عين، ما عرفت السحور، ما عرفتش ناوى يا ربي السلام على كورونا. هادشي اكثر من كورونا، الا كانت كورونا بحال هكا راه التسليم. راه بزاف، راه ما يمكنش، داس عليا بزاف المشاهدين بهذا المرض قاصح بزاف. مبقيت عارف واش رواح واش توكال، ما بقيت عارف اش هادشي شناهو المشاهدين. واش تصوروا الماكله 3 ايام ما كناكلش، 3 ايام متابعه ما كليتش غير الماء، والله القسم 3 ايام متابعه ما كناكلش مره. راه عافيت، ها كتشوف بيا راني ماشي عاد عافيت، الصوت باقي ماشي هو هذاك، الفراش ما كاينش، الماكله اللي كليتها كتجيني فمي حار، فمي باسل، كلشي الدواء الدواء قهرني، الدواء قهرني والله. الا شحال ديال الدوايات، هادو لي بران، هادو لي غريب، هادا فالكو، ما خليت ما شربت. والكحبه في الليل بنت الحرام، الكحبه حتى الليل عاد كتشدني الكحبه، كتقول يا والله لا نعسي خرجت مني ديال بصح. اليوتيوب ما كندخلش ليه بزاف، قليل كندخل لقطات، كنتفرج في الاخوان راكم عارفين، طامو الفرشه اولا خديجه اولا احلام، كنتفرج في الفيديوهات ديالهم مره مره. هادشي اللي كاين، وبانت لي الروينه واقعه في اليوتيوب، الروينه واقعه في اليوتيوب. عا غيبت انا، بانوا حباب السريعه وبانوا عائلة السريعه وبانوا ناس السريعه، وقال لك تحفظوا لي الكادوات ملي كنت انا صحيح كاع ما كانوا كيبانوا. اه الصوت باقي ما معاونيش ولد الحرام، وكاك والله يا بو ما نسكت عليه. دوا قال لك حقا بانوا عائلتهم صيفط لي الكادوات، انا دوك الكادوات بان لي دوك بحال ديال السواق اللي كانوا كيديروا القواطن شحال هادي، كانوا هنينا كيمو كانوا كيديروا القواطن شحال هادي في العروبيات. اه هذا طاسو يدو ومن عند لاله الشرقاويه الله يخلف عليها، وهذه بيجامه ومن عند صفيه الله يخلف عليها، وهذا قرصون وسوتيامات ومن عند الضاويه وما جاتش الله يخلف عليها. هذوك هما الكادوات اللي بان ليا. تا السريعات اسبانيا مصيفط لك عائلتك، شو مصيفط لك؟ ما صيفط لك الشوكولات، ما صيفط لك، نعرف الناس ديال الجاليه كيصيفطوا الشوكولات، كيصيفطوا شي حليوات زوينين. شتو مصيفط لك على البيجامات والصاك، بان ليا جاي قالت لك حقا من الحسيمه، او صيفط الصاك وما جاوش هما، ما جاو معاك عائلتك ملي تزوجتي، ما جاو عندك عائلتك ملي ولدتي، حتى دابا حقا تشتي كثروا لك القنوات فينا هما عائلتك، فينا هما عائلتك، عاد نتي حقا ما حقا راه مصيفطوا ليا واحد الكادو، والمفرقع حتى هو بحال ما خاصو حتى شي خير، مفرق لك مصاصته بحال ميتولي وديك الكرش سابقه، ويتسابق مع الكادوات. وانا نقسم نحلف عليها، هي دوك الكادوات مصابوها مع الساري، معاهم مصابوها مع بنت الفرقه، مبينه كاين تنتظر شنو الطريقه باش كيحلوا الكادوات، كيشوفوا فيها عارفين شنو في داك الكادو. البنت بنت الفرقه الصغيره كتشوف كتسنى البيجامه ديالك، تقول لنا كاش غنمشي للحسيمه ونحيح ضروري خاص الكادو ديالي، وهي عارفه باها شاري لها بيجامه، كاتب التيكي تما ها الفلانه الفلانه، شني تيكا بيداتها هي دايره تما. باركه من الاستحمار، ما كاين لا كادو لا عائله لا سيدي زكري. هذاك راه علم فرقع بغا يكسي السريعه، شاف الناس قالوا لها شرفتي ما بقيتيش مهليه في راسك، ما بقيتيش كتلبسي، راه مشى للجوطيه شرا لها شي بيجامات غلفهم، راه ندخل قيمتهم. راك عارف المفرقع حتى حاجه ما كدوز عندو فابور، خاصو يرجع قيمة دوك البيجامات. ندير عليهم فيديو حقا جاني كادو، جاني صاك من الحسيمه، مره تقول من اسبانيا مره تقول من الحسيمه، شدي معنا طريق وحده. حتى من الماكياج مصيفطينو لك، الله العكرم. هو غندوز عاوتاني البنت المفرقع، دابا ساليت من السريعه غندوز البنت المفرقع، واخا هاد الفيديو راه مريض والله يا بابا غادي نديرو. قالت لكم الشرف ماشي مهم، ياك بنت المفرقع الشرف ماشي مهم، اي ماشي مهم بالنسبه لكم نتوما، بالنسبه لواحد العائله ديال العاهرين وديال الفاسدين هما اللي بالنسبه لهم الشرف ماشي مهم. حنا بالعكس عندنا الشرف شي حاجه مقدسه، شحال من بنت ملي كتزوج كيبكي وخوتها، انا عاقل اختي ملي تزوجت اقسم بالله لا بكيت عليها،
الشرف الشرف شي حاجه ما كتباع ما كتشرى. شحال هادي راه كانوا كل ما كان الشرف مهم يا بنت المفرقع كانوا كيديروا السروال. هادو دابا غنهضر معاكم باللغه ديال الدارجه. السروال كانوا كيديروه في القالب ديال السكر وكيخرجوه وكيدوروا به في الدوار اولا كيضربوه في الدب ولا كيديروه في قصبه ويهزوه ويدوروا به. هذاك الشرف اللي كتهضر عليه انت كتقولي ماشي مهم بالنسبه لك، واخا ديك القضيه ديال انهم كيدوروا بالسروال انا كتجيني عاده شويه حشومه، ولكن باش عرف لي غير القيمه ديال داك الشرف اللي كتقولي انت الشرف ما عندوش القيمه. بالعكس البنت الا تزوجت بشرف فكتكون معزوزه في دار راجلها وكتكون معزوزه قدام عقوسها وقدام الويساتها وقدام ناسها كتكون معززه مكرمه، ماشي بحال البنت الا تزوجت بلا شرف كتكون مدلوله وديما كتبقى لها معيوره انها مزوجه بلا شرف وما عندهاش الشرف، وديما الزوج ديالها كيبقى يطيح منها وعائله راجلها كيبقاو مطيحين منها. لان اغلى شنو هو اغلى ما عند العروسه؟ شنو هو الشرف ديالها؟ اغلى ما عند العروسه العرس كامل كيضيع على داك الشرف ديال داك البنت. واش عندها الشرف ولا ما عندهاش؟ قولي انت الشرف ماشي مهم، بالعكس الشرف اهم شيء. شحال من عجوزه دابا كتقول البنت وكيقول لها راه انا خدت شي مراه ماشي بنت كتقولي لا ما ناخذوهاش. شحال من وحده رفضت العروسه ديال ولدها على قبل الشرف ما عندهاش، مع العلم ان كاين شي وحدين مساكن اللي واقع عليهم مشكل هادو معذورين اللي تعرضت للاغتصاب او شي حاجه ماشي الخطره، هادو نقدروا نعذرهم نقولوا ماشي مشكل مساكن راه ماشي الخطره. اما اللي كتبيع الشرف رخيص وبيدها وكتقول لك الشرف ماشي مهم فهذه راه مدلوله والشيطه ديال الخلا، وغتبقى ديما شيطه ومدلوله حياتها كامله مكتوب عليها هنا مدلوله واسمها عار. شحال هادي راه كان العريس الا دخل على العروسه وملقاها ما عندهاش الشرف كيخسر 5 مليون في العرس، كيقولوا خاسر 5 مليون 6 مليون في العراسات. ولا دخل على العروسه ولقى ما عندهاش الشرف كيشبعها قتله ديال العصا، مازال دابا راه ما بقاتش وكيشوهها قدام والديها وباها كانوا كيجريو على العروسه كيجريو عليها باها كاينو حتى هو كيضربها وكيتبرى منها. علاش؟ على داك الشرف اللي كتقولي انت ماشي مهم. كل ما كانش مهم الشرف ما غاديش يضرب العروسه العريس اولا غيشوهها قدام دارهم اولا غيطلق يسمح فيها. شحال من وحده مسكينه سمح فيها العريس نهار العرس ديالها نهار الدخله لقاها ماشي بنت وسمح فيها وشوهها على قبول هذاك الشرف اللي كتقولي انت ماشي مهم. بالعكس الشرف اهم شيء عند العروسه وعند البنت بصفه عامه سيغتو المراه المغربيه، حنا عندنا الشرف شي حاجه مقدسه. فهمتي يا بنت المفرقعه؟ ماشي تيدالوك تدالوك الشرف ديالك داولك شحال هادي ولا داهلك باك ولا الله اعلم تخرجي طلعي في الفيديوهات تقولي حق الشرف ماشي مهم. بالنسبه ليا بالنسبه لوحده الشيطه وحده عاقه وحده مدلوله ايا نقولوا ماشي مهم، اما بالنسبه للعيالات الحرات المغربيات القحات الشرف شي حاجه مهمه ومقدسه. المدلوله لانتي لديك الشيطه ديال السريعه يا المدلوله. نكثروا اللايكات وكثروا التعاليق المشاهدين، واللي ما دايرش ابوني تابونا انا غنرجع بقوه واخا مريض غادي نحارب معاهم في هذا اليوتيوب. وتحياتي لكم والله الا توحشتكم المشاهدين ديالي العزاز. كنشوف التعاليق ديالكم كتسولوا فيا في التعاليق، شكرا للناس اللي سولوا فيا، شكرا للمهمات ديالي اللي متبعيني ومساكن تشطنوا عليا. والله القسم اللي دازت عليا بالمعقول سيمانه انا طايح ما كنخرجش ما كنشوفش الزنقه شنو هي الماكله ما كناكلش عاد. المهم درت شويه ثومه وشويه الشريحه وزيت العود عاد شويه وشويه سكنجبير طري حكيته مع الماء تاهو كنشربوه الحامض. ما خليت ما درت جميع شي حاجه كطيح على الدماغ ديالكم شربتها غير باش نولى شويه والو. يلاه اليوم واحد شويه بديت كنتحسن واحد شويه. كنتمنى الشفاء للجميع، ردوا بالكم راسكم مع هاد الريح وردوا بالكم لوليداتكم وتغطاو وتكبرتو. هاد الريح راه صعيب بزاف واللي خرج عاد شي واحد مريض يدير الكمامه، هاد المرض راه صعيب بزاف. وتحياتي لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.